نعم السادة المستمعين لبرنامج نهش تريبيونال مع فتحي الهداوي على إيفام واللي نفوسه مرهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف لوقائع صادمة ونزيد نوصيهم ما يكونوش مصحوبين بالأطفال أثناء الاستماع. نهج التريبيونال على إيفام أحلى غاديو. نص الليل بالضبط، الناس الكل راكشة في ديارها، لا طاير يطير ولا ساير يسير، الكياسات فارغة ترمي البلد جاوبك، فما كانت دوريات في كل بلاصة، حاجة عادية على خاطر احنا في مارس 2011. نوال تخدم فوندوز في بوتيك صبابت في سنتر فيل، في العادة الوقت هذا تبدأ في دار اللي تسكن فيها مع زوج بنات أخرين، واحدة تخدم في سنتر دابيل وبينومتها الأخرى تخدم في حانوت يبيع التليفونات والتوى لا ظهرت، وصاحباتها لا تحير ولا سألوا عليها، بتبيعتهم ما يحبوهاش برشا، ما تحجبهمش خلطتها ومشيها وجيها، كي ما ظهرت شمالويني نوال تجري في الشارع كي المهبولة، مرة تلث مرة تبكي مرة تتكرم، ولا سعدي وعلى أيامي الطفلة مباذلة مفجوعة شعرها الأحمر مفرفش طايح على وجهها، المسكرة سايح على خديها، وهي من شارع لشارع من نهج لنهج ما هيش مضيعة حاجة وتلوج عليها. نوال هاربة. نفس الوقت سيف فرسه مدنكس يرقلب كله عينيه اللوطة، واحدة منهم ماكل عليها بونية والدم يشرشر من جبينه، والسب هبط عليه وهو فمه ساكت، يديه ورا ظهره بالمنوت سيف في الباك. سمير مطيش وهو ما يرفسوا فيه بساقيهم، قاوم 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 شي، في الاخر كي كثر عليه سلم امره وبيديه يحاول يغطي على وجهه من الضرب حتى لين غاب وفقد الوعي. سلوى في دار امها في جبل الاحمر متكي على فرده بنك مقابل التلفزه، متغطي بفراشية نمري تتفرج في المسلسل مع بنتها. نوال جريت جريت لين تهد حيلها، لقات باب بلاص محلول تركنت وراها وعينيها على كتافها، بقي مش حاسة بالأمان، شدت تليفونها في يدها وتطلب على أمل تتحصل عليها. بعد برشا محاولات أخيرا هزت سلوى، ألو شكون معايا؟ بنتها بحثها ما فهمت شيء من المكالمة، أما تشوف في وجه أمها كيفاش يتلون، ولت تضرب على صدرها وعلى خدها، أما كانت مصوتها باش ما تشنعش الدنيا. التليفون اللي دام 30 ثانية كان كفيل باش يخرجها ساقيها أعلى من راسها في هالوقت وفي هالظروف. وصات بنتها كان ظهر واحد متوا ما تكلمها، وطربقت الباب وخرجت. أول حاجة عملتها عاودت كلمت نوال، قلت لها اتخبى مليح وما تتحركش من بلاستك كان للضرورة، وكان بدلت البقعة تعلمني. نجوى وسلوى صحيبات أكثر من الأخوات، الثقة كبيرة بيناتهم وما يخبيوا شي على بعضهم، وفي موضوع كيما هكا متنجم تعمل كان على صاحبتها، وما خمتش لحظة واحدة، وبالوقت طلبتها وعطاتها بلاست نوال، وطلبت منها تبعث ولدها يجيبها لها وتخبيها في دارها أيامات. سلوى قلت لها من غير ما تمهمة اعمل اللي قلت لك عليه، تو نفسر لك ما عنديش وقت توا. اسمع اسمع استنى استنى نقول لك، رد بالك عليها من راجلك اللي عينه زايغة، يمشيش يلعب الشيطان في مخه يقلقها ولا يدز عليها البيدق، قل له راهي تابعة التوامة، فهمت؟ كملت اتصالاتها وخرجت الراس النهج، ريحة التاكسي ما فماش، اما مكسح قلبها تضربها من دار امها لشر نيكول على ساقيها من غير خوف، خوفها الكل كان على التوامة. نحكي لكم شوي على سلوى بنت الجبل الأحمر، معروفة بقلبها ما يخوفها وما يرجعها شيء، هي صحيح ذميمة وقصيرة وبنيتها على قدها، أما تصدم من اللي صغيرة تخدم في السوق تبيع في الفريب باش تعاون دارهم، وبتبعتها ما تحبش قاعدة الدار، عبارة على راجل مع الرجال، ولاد السوق الكل يحبوها حاسبينها أخوهم وعيطولها سلومة، إلا واحد فيهم لا يحملها ولا يتيقها، هي تجي وهو يمشي، وكي يتلقى معها صدفة يسلم من غير ما يطول الهدرة ويتعدى. السيد هذا هو المنجي، المنجي ولد الشمال الغربي، طول وعرض وكتاف، ضحاك إلا مع سلوى يولي عقدها، شخليها تقول عليه وجه دودو،
بالنسبة لي بنات تونس متحررين برشا، وبالأخص سلوى، واللي يسمع الكلام هذا عمره ما يتخيل المكتوب اللي باش يلمه. يا سيدي، وقع ما لم يكن في الحسبان. نهار من نهارات روحت سلوى من الخدمة ماكلها التعب، تهز في ساقيها بالسيف تستنى وقتاش توصل للدار. وصلت وإذا بها تلقى المنجي سبقها ويعمل في كويستاي مع أبوها. تصدمت ثم فرحت، خطبها من بوها وهي وافقت بالوقت، ما خذتش مهلة باش تخمم كينة تستنى فيها. طلعوا يحبوا بعضهم ومغيبينها. من نهارتها سلوى ولات إنسانة أخرى، ما بطلتش خدمتها، بالعكس كبشت فيها أكثر وأكثر، ولات امرأة، ولات تلهب رويحتها وتزين وتبدل وتمكيش. شهرين من زمان حدوا تاريخ العرس، كريو ديرة في العمران، عمروها اللازم في اللازم وكتبوا الزداق. قتلوا اليد في اليد على هم الزمان، نهزوا ضمن القفة مع بعضنا وعمري ما نخليها بيك. جابوا 5 صغار ما شاء الله، من بيناتهم زوز دوامة، سيف وسمير، عاشوا متهنين يتخادموا الاثنين. صحيح ما ناقصهم شيء، أما قد قد، والدنيا ماشية وتغلى وتصعب، وخاصة بـ5 صغار كل حاجة بحسابها. وسلوى حاذقة، تعرف تتصرف في مصروفها، تمشي أمورها وتحاول ما تحرم صغارها من حتى شيء. قعدوا عايشين هكاك سنين لين جاتهم هدية من عند ربي، حاجة كانوا ناسينها ومخرجينها من حساباتهم جملة. المنجي ما قلت لكم من الشمال الغربي، تحديدا من الدهماني، وهو من عائلة ملكة، عندهم برشا أراضي، آلاف الهكتارات، تكذب العين ومرات. كان جات الدنيا دنيا راهو يخدم في رزق وعايش ملك، مش صانع عند الناس. بوهم توفى وخليهم صغار، ومرت عمهم غارت على الورث وخبات الحجج والعقود، وأمهم مسكينة براسها ما لقات معاها حتى حل، ولات هبطت أولادها لتونس باش يلقطوا خبزة ويعيشوا. لم تعرف اللي ولادها عاقلين، أما خافت لو واحد فيهم يتهور ويعمل جريمة على الظلم اللي شافوه، لا يزي فراق بوهم وزيد خرجوا بيديهم على روسهم. أما ما تقولش سلموا في رزقهم، لا، حاولوا بالقانون، شكاوا جراوا وشي النفع ربي. مرت عمهم هذه وصلهم الخبر اللي عندها أكثر من شهر على فراش الموت تتعذب بالحياة. الطب حاروا فيها وما لقاو لهاش دواء، تتوجع من صباحها الليلها. ولادها جابوا لها مدبية وعملوا لها ختم القرآن لعل يخفوا ويسهلوا عليها. نصحهم واحد من شيوخها كان عندها دين في رقبتها لازم تخلصوا باش ربي يخفف عليها. وقتها نعتتهم على صندوق اللوح اللي مفتاحه ما يتنحاش من شونها، فيه العقود متاع أملاك عائلة كاملة. استعرفت ورجعت متاع الناس. أم المنجي مشت لها للبلاد ووقفت عليها وسامحتها. وقتها الروح رجعت للي خلقها. حضرت الدفينة ورجعت رزق صغارها. المنجي تيح في بايو ثانية معتبرة ودار يرتع فيها الخيل. خواته كل واحد شقرر بخصوص الورث، اللي يحب يبيع واللي يحب يخدم الأرض وياخو المربوح. هو جرى المرت وسلوى باش يبلغها الخبر اللي طارت به تيران، ومن غير ما خمت قتلوا يزينا من الكراه، نمشيو للملك ونخدموا الأرض ونهربوا بالأولاد من الخلطة، حاجة ما كانش يستنى فيها. مرته اللي عدت عمرها في المدينة ترضى تعيش معها في الريف وبعيد على دارهم. استناوا السنة الدراسية وفات وجا السيف، وقيدون في البلاد، اللي في المكتب في المكتب واللي في الكولاج في الكولاج. من الأول الحكاية ما كانتش سهلة، بالأخص الصغار، بلاد جديدة أول مرة يزوروها وصحاب جدد وجو جديد. أما مع الوقت تأقلموا. إلا سمير، واحد من التوامة وقتها عمره 16 سنة، في تونس كان يلعب البوكس وهذا هو غرامه الوحيد. أما توا الأمور تبدلت، وولى من القراية للدار. حاروا فيه، حاولوا يغرموه بالأرض بالفلاحة الشي،
للنهار لم دبشوا في ساكو مشى لأمه لبيتها قيمها من نومها وقالها بصريح العبارة: أعطيني حق اللواج طالع لتونس، البلاد هذه اللي جبتوني لها لاهي متاعي ولاهي متاعها. ومشى لتونس بحذا ما ماتوا يقرأ ويترنى. خوه التوأم محملش فراقه، ياسر متعلقين ببعضهم، مرض عليه بالفرش والمخدة، لين هزته أمه بحذا خوه. بتبعتها مماتهم مرة كبيرة عايشة وحدها بعد ما توفى جدهم، هاوكا يتلاو بها ويونسوها. سمير طلع لأمه حروكي كمباس، القالي المصروف اللي ياخو فيه شوي عليه، قال الروحو علاش ما نخدمش وندبر راسي. طلع هبط طلع حقام، مش هدبر شوية سلعة وعمل نصبة بتاع كلاست وملابس داخلية، والنصبة هي البرويتة القديمة بتاع جده الله يرحمه، مشى بها لساحة برشلونة كيف وكيف بقية البيع. وحلت معاه، رجع راس المال ودخل في الربح اللي هو بعض الملاليم بطبيعة الحال، وولى نهار ويبدأ بالنصب ويوفى بالصالة. دوبل في القراية وبطلها جملة وبالطبيعة مع أخوه، مدام لفما شكون يراجع لهم لفما شكون في جرتهم. ومماتهم الجهيد اللي عندها يوصلها تغسلهم تبيشاتهم وتحضر لهم مكلتهم. سمير صحيح منجحش في القراية، أما كان يشوف في مستقبله في البوكس، وهو بالحق كان ملاكم ممتاز وعمره ما خسر طرح. سلوى ساعة على ساعة تهبط لتونس تتفقدهم وتطل على أمها، وحتى التوامة زاد يرجعوا للدهمان يلفلف ما يبطاوش يشوف أخواتهم وبوهم الهايرين كان طارت ويرجعوا يجريوا. قبل ما يوصل سمير وصخوه ما تجبدش الموضوع حتى نروحوا. سمير خرج لول من القراية وخب على دارهم، وبعده سيف خلط عليه، علموا أمهم وبوهم، وكما أي أم وبوه ما قبلوش وعاركوهم، أما بعد قبلوا بالأمر الواقع. الأولاد كان عندهم ثنية أخرى غير القراية تستنى فيهم. ما قلت لكم سمير ولا عنده نصب يعدي فيه أغلب وقته، ولات خدمة مش تدبير الرأس، واللي يعمل فيه اسمه انتصاب فوضوي. في مرة من المرات صار خلاف بينه وبين عون أمن اللي حب يفك له سلعته على خاطر وقفته غادي مش قانونية. سمير هاج وماج ودخل في سنة أخرى، وحس اللي العون باش يتعدى عليه شخصيا، هو يقبل كل شيء كان اللي يعفس له على خشمه ولا يحاول يهده. ولحمة ما بيناتهم العون ما يعرفوش في بيرو ليج صغير مش باش يصعب عليه، ما كانش يعرف أنه بطل في الملاكمة. العون بدأ يستقوى عليه باش يخوف بقية النصابة، شدوا من حواجه وجبدوا ليه، وجات العين في العين، توا تلم نصبتك وتقشع من هنا ما كانش نفكها. سمير رجع نفس وريث روحه، داروا به الموجودين، صليوا على النبي ما يصيرش هذا، ما صار شيء. وخيان واحد من الموجودين جبد الطفل على جنب، انا نعرف عزيزك الله يرحمه كان نصب هوني بجنبي، هاني باش ننصحك على خاطره، احنا في هالبلاصة وهالخدمة لا حول لنا ولا قوة، كان ما نشريوش راحة بالنا ما يخليوناش نخدمه. دخل يدك المكتوبك واعطيه حويجة، ما كانش مش باش يخطاوك. سمير ركب راسه ورفض، والله لا يشوف مني سوردي منقوب. اكل عون هز روح ومشى، اما قبل خزر لسمير وقال له: هاني حطيتك في مخي. سمير يتمتم بصوت خافت: ما عندك ما تعمل لي. الأم سلوى بنت سوق وتعرف المشاكل هذو، يا ما نصابة قدامها شافتهم هاربين بكرادينهم ويجريوا من نهج النهج باش يهربوا سلعتهم. يوميا تطلب على الفيكس متاع دار أمها باش تطمئن. سمير لباسة ما فما شي، هنيني يميمتي هنيني طمني عليه، يعيش ولدي طمني، ماني ميمتك ماني ميمتك. هو سكوتي وما يعطيش سره كان الخوب الطبيعة، وأمه ديما يبردوها بكلمتين: لا لباس لباس يا أمي لباس، كان فما حاجة راني قلت لك وحدي وحدي من غير ما تسأل. شد شدها ولدك توحشك يحب يكلمك ويسل روحه. عويم عدات وسلوى في الدهماني بالأخضار والفلاحة والرياض والجو الهادي، عويم هدنة واستراحة مقاتل مدة وفات الاستراحة، وليت ماشية جاي على تونس، واللي تعديه في دارهم أكثر من اللي تعديه مع رجلها وولادها الأخرين. ما هو التهمة في الإصلاحية كالعادة،
العشية تجي وهي تعملك التليفون باش تتفقد الأحوال. هزت عليها الحاجة: يا بنيتي يا بنيتي، ولادك ما ظهروش، ما فماش ريحتهم، مش حوايتهم. دقوا علي ولاد الحومة وقالوا لي شدهم الحاكم. سلوى دخلت وخرجت في الحلة وبدأت تولول. اهدات، قالت الروحة مش لازم يسمع بوهم، بالكش نجم نلف الموضوع. كتمت وجعتها في قلبها وكانت تلقى رايطار الطيران لولادها. عدت ليلها تتقلى مصبحة والعينين محلولة، وخرجت من دارها قبل ما يطلع الفجر، الأولى في محطة اللواجات قبل حتى الشفرة، تحسب في الوقت بالثانية. وهي طريق كامل ساقيها يتهز ويتحط فك اللواج، تصبر شوية وتقول للشيفور: يا أخي ازرب شوية، يا أخي ماشي على العظمة. لين تقلق منها وزاد في الغناء باش ما عادش يسمع صوتها. حتى لين وصلوا ظهر، سيف توقف وسمير فص ملح وذاب. الحكاية وما فيها العون اللي صارت معاه المشكلة رجع، أما مش وحده المرة هذه، معاه فرقة كاملة. ما داروش بثنية النصابة، جاوا بالذمة لسمير، من كلمة لكلمة تكتلوا عليه وفكلوا النصبة. والبوكسور اللي فيه خرج بركهم الخمسة، ما نجموش وخاضت الدنيا. النصابة خافوا، لموا سلعتهم وحتى كل واحد شد ثنية. نهار خدمة بالنسبة ليهم تنقب والناس وقفة تتفرج. بالطبيعة سمير هرب وما تشدش، على خاطر يعرف كان يحصل ما بين يديهم شنو ينجم يصير فيه بعد العرض اللي عمله لهم. المشكلة اللي سيفخوه ما في باله بشي، بعثوا سمير باش يجيب كاسكروتات وهو رجع يتبختر يمنقلوه: يا اخي مش هذا هرب توا؟ شبيه رجع كأنه ما في باله بشي. هما غلطوا فيه. الزوز أخواتوا متلموا يشبوا لبعضهم، ما فرقوش ما بيناتهم. سلوى عرفت اللي البوليسية غالطين وشدت: صحيح ولدي هذا حقل، انتم تلوجوا على سمير، سيبوه راهو ما عمل شي. قالوا لها: جيب سمير تو نسيبوا لك سامي، ما كانش يخلص في بلاصه خوه. سامي تحكم ومشى للإصلاحية وعائلة رجلها كلهو لها وجهها. أما سلوى همها الوحيد ولادها، تخمم على سمير اللي ما تعرفش وين حيو. ما قلت لكمش اللي هي مدلته وتحبه أكثر من ولادها الكل، حتى من التوأم متاعه، على خاطر هو صغير مرضلها وشوية لضاع من يديها. سمير اللي الناس الكل في بالهم هرب، طلع يتبع في العون اللي صارت معاه المشكلة أول مرة. عرفوا وين يسكن وعرف ثنيته الخدمة، قانسوا وشدوا وحده وانتم تصوروا البقية. العون مزبس بكل ورقة في السبيطار، والعوان الكل تجندوا باش يشدوا سمير وشدوه. خلط على خوف الإصلاحية، تحاكموا على إثارة الشغب والبلبلة والاعتداء على الممتلكات وهضم جانب موظف بالقول والفعل، وليست طويلة من التهم. ما نحكي لكمش على الإصلاحية، معتقل على حاله، يمكن حتى أصعب من حبس. أعوان تنطر وتسب وتضرب بسبب وبدون سبب، إهانة على الطالعة والنازلة، معاملة أقل ما يقال عليها ما تليقش بالذات البشرية، فما بالك بالأطفال، تزيد تخرجهم ناقمين أكثر وأكثر، مش تصلحهم. أما ديما في كل بلاصة فما الباهي والخايب، وفي الإصلاحية ما فما باهي كان ببرجب. هكا عيطوا له الصغار والتوامة، رجل كبير ناس ملاح وعمره ما خزر لهم كم جرمة، بالعكس أحن عليهم حتى من والديهم، يودهم بالحلوى والشوكولاتة، وكان غلطوا يحكي معاهم ويرجعهم بالسياسة، وساعات يعملوا حملة ويغطي عليهم، وكان هو الإنسان الوحيد اللي يحترموه، حتى من سمير اللي ما يقدر حد، كيشوف بابا رجب يابط عينيه. أما مع العوان الأخرين عامل شاطح باطح، الدرجة اللي ولاو يستناو فيه وقتاش يخرج باش يرتاحوا منه، وفعلا حق لهم الأمنية متاعهم وهرب. في الليل وفي غفلة من الأعوان، قيم خوه اللي كان في سبع نومة وقال له: اليوم فرصتنا، الدنيا باردة ثلج والأعوان عاملين قاعدة، تبعني باش نخرجوا من هنا. وبالطبيعة تبعوا سمير، سلكها وهرب. أما خوه حصل وتشد قلبه، بقى عند خوه أما ما عندوش حل، ما نجمش يرجع. بعد على الإصلاحية ويخمم وين يمشي وين يبات، على خاطر أكيد باش يلوجوا عليه. خبى وجهه بالكابوش وعدى ثلاثة أيام ولا أكثر وهو يمشي على ساقيه لنوصل للدهماني.
أما يا فرحة ما تمت، هو حد ساقيه من هوني والصبابة بزيد وصلوا للعمدة اللي من حين وبلغ عليه ورجعوه من ينجا. وقتها الأعوان فرحوا بيه زنس فرحة، حتى بابا رجب ما نجمش منه. سمير وصل للعمر القانوني وكمل بقية الربطية في الحبس، أما بعد التجربة هذه ولا ضربة ضربتين وهو موقوف، أولا على خاطر يشري في الشبوك مع الحاكم، وثانيا العون اللي بيناتهم عداوة منسهلوش وحطوا في مخه، وأي مشكلة ولا سرقة تصير يلفقها له، يجيبوه هيك المكتب يصحح على المحضر وهو مدمدم بكله ويعدي ربطية. سلوى سلمت في كل شيء ووليت في جرة ولدها من ربطية الربطية ومن حبس الحبس، وكل مرة القوية اللي ما كان يهزها شيء مرضت بالسكر وغرض الدم وما لقات حتى حل الولدها. سمير ولا من أصحاب السوابق العدلية ومن غير ما يحلم يدبر خدمة، على خاطره ولا منعوت بالصباع والناس تخاف من مشاكله مع الحاكم، حتى النصابة هجوه مش ما توليش العين عليهم بزيد، ومشاف ثنية الغلط قال لك أنا بطبيعتي نتحاكم من غير ما عملت شي وداخل خارج على الحبس، واني نقول له مظلوم ما يصدقنيش، ما لتو نولي نسرق بالحق. من وقتها دوخ الحاكم في جرته ينقص بنستح نستح يحل البيبان ويسرق وما يفيق بيه حد، كان فاقوا بيه ما يتشدش، أما نهارت اللي يحصل يخلص القديم قبل الجديد. آخر مرة تحاكم على 12 سرقة استعرف بالبعض منها ونكر البقية، تحكم عليه ب 12 سنة سجن عداهم بين المرنقية والهوارب. وجات الثورة عام 2011 والحبوسات عاشت حالة فوضى كبيرة. المرابيط في الشامبري متاع سمير أعلنوا العصيان، كيفهم كيف بقية المرابيط حاولوا يخلعوا البيبان ويهربوا كما صار في برش حبوسات وقتها، شعلوا النار ضربوا وتضربوا، أكيد الزيارات وقتها ممنوعة باش ينجموا يسيطروا على الوضع وحالة الهيجان. بالنسبة لسلوى مش هممها البلاد واللي صاير فيها، لا بن علي ولا القناصة ولا المظاهرات، اتبع في الأخبار باش تعرف صاير في الحبوسات، ويوميا تمشي قدام الحبس اللي فيه ولدها تسمع شي خبير. في الوقت ذاك تلفزت نحاهم الحبوسات والمساجين وعائلاتهم تقطعوا على بعضهم، وسمير واللي كيفوا معروفين بالشغب حطوهم في العزلة، حبس انفرادي اللي نركح الجو ورجعت الزيارات. فرحة سلوى ما تتوصفش، أخيرا باش تقابل مام وعينيها كبدتها ولدها اللي بالنسبة لها مظلوم. واحد برك من العائلة عنده الحق في الزيارة الأولى، هي تقول نمشي أنا وأخوها التوأم يقول أنا، من بعد قالت مش مشكل ما هم إلا توهمة ويمكن يستحق الخوها أكثر مني، وسبقته هو على روحه. زيارة بالخميس التوامة تقابلوا اتطمنوا على بعضهم، سمير يسأل كان على أمه، بعدها طلب من أخوه يحل مخه ويركز معاه مليح مليح ويحفظ اللي بيش يقوله له وما يغلط حتى غلطة، فرصة ما تتعوضش. عطاه موعد في شر نيكول بعد 7 أيام مع نص الليل. سمير دبر دواي جري يشوف، وصل الحالة تستوجب سبيتار وبالتبعة هزول شر نيكول. جاء النهار الموعود كل شيء ماشي كالزيت فوق الماء، فات الباب الأول الثاني الريسبسيون لين وصلوا للباب البراني، توقفهم دورية سامي في ساحة حصل، والطفلة اللي معاها هربت على خاطر كانت بعيد عليهم شوية. سمير حب يقاوم واستعمل أساليبه، حصروه الأعوان في وسطهم وهبطوا عليه، وفما رواية تقول أنهم رموهم الطابق الرابع. هذا كل ما شفتوش صاحبتهم، أما شفتهم كتشدوا علمة سلوى. سلوى المسكينة كالعادة تجري في الليالي، قابلت سامي واتطمنت عليه، أما سمير ما نجمتش تقابله على خاطره في العناية المركزة، حتى وضعيته ما تعرف عليها شيء، قعدت ماشية جاية لين دخلوها تشوفوا بعد جمعتين عملوا له فيهم برشا عمليات جراحية
كسور في بدنه الكل، شيء بالجبيرة وشيء بالمسامر. والأخطر من هذا الكل، سمير تلقى ضربة خطيرة على مستوى العضو الذكري وتعفنت الإصابة وتم استئصال العضو. وكانت صدمة سلوى اللي حست بقهرة عمرها ما حستها، عمرها بالعمر اللي باش تشوف صغير وتكون جد الولد ولا بنت سمير. سمير في البيت نمره 14 في السبيطار، ساقه مسلسلة في الفرش، عاون عند راسه وعاون آخر قدام الباب، غايب على الوعي. ساعات يحل عينيه يغزر وما يتكلمش، ولم ما فرقتوش كيكون دقيقة. أكيد تحبوا تسألوا على المنجي وينه في هذا الكل. العائلة تقسمت على اثنين، رجلها وولاد الزوز في الدهماني، الطفلة مع أمها في تونس، والتوى ما تعرفوا مصيرهم. بينه وبين سلوى وفات العشرة وسمحها الكلام قبل ما كل واحد يمشي على روحه. نرجعوا لمحاولة الهروب الفاشلة. سيف عدى ربطية والطفلة منعت، وسمير خذا عفو على خاطر ولا حامل لإعاقة لازمتها عناية كبيرة، يتحرك بجوز عكاكز، هذا كان نجم يمشي، واللي مكتوب عليه الشقاء عمره ما يرتاح. نحكي على سلوى بالطبيعة. بعد مديدة مش طويلة، سمير يتهم بسرقة تلفزة بلازما من محل تجاري في أحداث شغب وقعت في تونس الكل. بارشة توقفوا وهو معهم بما أنه صاحب سوابق. عد أيامات في الإيقاف وجاء نهار الجلسة، واكتفى محاميه بطرح سؤال على القاضي: كيفاش إنسان يهز في روحه بالسيف ويمشي بزوز عكاكز ينجم يسرق تلفزة ويجري بيها؟ حكم القاضي بوجدانه وتم الإفراج عليه. أما من نهارتها سمير غاب، اختفى، حتى أمه متعرش عليه وينه وما عنده عليه حتى خبر. بالنسبة للهربة من السبيطار، الحقيقة كان ينجم يمنع، أما الطفلة اللي على أساس باش تعاونهم خافت على روحها وعلمة الدورية اللي كانوا يستناو فيهم. هذاك علاش الحاكم ما لوش عليها. والحقيقة صعبت عليا باش نحدد سمير ظالم ولا مظلوم، هذاك علاش باش نخليكم انتوما تجاوبوني. قضية اليوم من برنامج نهج التريبيونال، نص جيهان بن عبد الله.